أعزائي المشاهدين، أعزائي التلاميذ والتلميذات، مرحبا بكم في هذا اليوم الذي سوف نتطرق إليه إلى الدرس معادلة المستقيم في مادة الرياضيات مستوى الثالثة إعدادي عام. معادلة المستقيم، معادلة مختصرة للمستقيم. المعادلة المختصرة للمستقيم هي y تساوي ax زائد b. هذه هي المعادلة المختصرة للمستقيم كيف ما بغيكم سمية ديالو، بحيث A يسمى الميل و B يسمى الأرتوب عند الأصل. تذكروا معي جيدا، معادلة المختصرة للمستقيم Y تساوي AX زائد B. A يسمى الميل و B يسمى الأرتوب عند الأصل. مزيان، نتمنى تكونوا عقلتوا لهذه المعادلة. ناخذ مثال. لدينا معادلة Y تساوي 2X ناقص 3، هي معادلة مختصرة للمستقيم D الذي ميله 2 راهو 1X، Y تساوي 2X وأرتوبه عند الأصل هو ناقص 3. هذه المعادلة المختصرة للمستقيم D. ولدينا في الحالة في المثال الثاني Y تساوي ناقص X، هي معادلة مختصرة للمستقيم الدلتا الذي ميله ناقص 1، عندنا ناقص x وأرتوبه عند الأصل هو 0. علاش؟ لأن ما عندنا شي حاجة وراء x، عندنا y تساوي ناقص x، كاين شي حاجة مو شي عدد وراء x. لدينا حالة خاصة. الحالة الأولى ماذا تقول؟ أن y إذا كانت y تساوي 2، إذا كانت y تساوي 2 أو لا تساوي 3 أو تساوي 4، ما ب y تساوي واحد العدد. هي معادلة مستقيم الدلتا دي y تساوي 2، هي معادلة للمستقيم دي المار بين النقطة A ذات الاحتياطيات 0 و 2. علاش درنا 0؟ لأن x ما كايناش، لأن 0 في الحالة x تساوي 0 اللي هي اللي عطاوها A، و 2 هي احتدادية ديال A، يعني A ذات احتدادية 2 و 2. هاد المعادلة المستقيم ديال المار من هاد النقطة يوازي محور الأفاصيل. علاش كيوازي محور الأفاصيل؟ لأن ما عندوش الأفصول. هاد المعادلة المستقيم ما عندهاش أفصول، يعني الشكل باش نرسمو خصو يكون يوازي محور الأفاصيل. ومن غادي يدوز؟ يدوز من النقطة 2، من الرقم 2، لأن Y تساوي 2 واللي هو ممثل في الشكل جانبان باللون احمر. هذا هو التمثيل ديال المستقيم دي. الا كانت y كتساوي 3 غادي نمشي للنقطه 3 ونرسم مستقيم يوازي محور الافاصيل. غير الحاجه تذكروها مزيان، الا ما كانش عندنا الارتوب فان المستقيم يوازي محور الافاصيل. الحاله الثانيه x تساوي 1، هي معادله المستقيم الدلتا المار بالنقطه اي ذات الاحتياطيات 1 لان x تساوي 1 او 0 لان y ما كايناش ويوازي محور الأراتيب. يعني بما أن الأرتوب Y ما كاينش 0 من هادي فإنه يوازي محور الأراتيب وغادي يدوز من نقطة 1 لأن X تساوي 1. إذا كانت X تساوي 2 غادي يدوز من نقطة رقم 2، غير هو الشرط أنه يوازي محور الأراتيب. هذا هو الشرط. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد جوج الحالات. نامور. الآن كيفية إنشاء مستقيم معرف بمعادلة. عندنا واحد مستقيم عندو المعادلة ديالو وبغينا نديرو له الإنشاء ديالو في المعلم متعامد ممنظم. كيفاش كيفية إنشاء مستقيم في المعلم؟ نعتبر المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم أو إي جي لننشئ المستقيم أبي الذي معادلته إكري. إذا بغينا نرسمو مستقيم أبي، المعادلة ديالو شنو هي؟ Y تساوي ناقص 2 زائد 3، ناقص 2 زائد 3. الميل في هذه الحالة شحال هو؟ الميل ديالو هو ناقص 2، ممتاز، هو ناقص 2. دابا هذه المعادلة ديال المستقيم أبي، بغينا نديرو له الإنشاء ديالو في المعلم. وكيف ما كتعرفوا باش ندير إنشاء ديال المستقيم شنو خصني ندير؟ خصني الشروط اللي خصو عندي باش ننشا مستقيم. خصني نحدد نقطتين باش ننشا باش نرسم المستقيم. خصني يكون عندي نقطتين في المعلم وندوز منهم مستقيم وانا رسمت مستقيم. سهل.
بحيث A هذا مو النقطتين اللي اخترنا A و B لأن مستقيم A B، اخترنا النقطتين A و B. A ذات الإحداثية واحد و Y A و B ذات الإحداثية جوج و Y B، يعني Y الأرتب ما عندناش في النقطتين بجوجهم، ما عندناش أرتب. باش نحسبو الأرتب شنو غادي نديرو؟ نعوض أفصل A و B في المعادلة المستقيم، الأفصل ديال A و الأفصل ديال B نعوضهم في المعادلة ديال المستقيم. في الحالة الأولى درنا عوضناه أفصل ديال A باش حسبنا Y A، وفي الحالة الثانية عوضنا الأفصل ديال B باش نحسبو Y B. إذا Y A تساوي ناقص جوج اللي هو الميل مضروبة في X A اللي هي الأفصل اللي هو واحد زائد ثلاثة، ناقص جوج في واحد هي ناقص جوج زائد ثلاثة هي ناقص جوج زائد ثلاثة هي واحد، و Y B كذلك تساوي ناقص اثنان في اثنان زائد ثلاثة، ناقص اثنان في اثنان هي أربعة، ناقص أربعة زائد ثلاثة هي ناقص واحد. إذا الإحداثية ديال A هي واحد واحد، X كتساوي واحد و Y كتساوي واحد، والإحداثية ديال B هي جوج، X كتساوي جوج و Y تساوي ناقص واحد. وغادي نمشي للمنحنى ديالي وغادي نشوف النقطة ديال الإحداثيات واحد واحد اللي هي A، وندير لها كروة بالعلامة، ونمشي النقطة B الإحداثية ديالها، الإحداثية ديالها هي جوج و ناقص واحد، وندير لها واحد النقيطة، وندير خط مستقيم كيمر من A أم B. وهنا بهذه الطريقة غادي يكون رسمت، عرفت كيفاش رسمت المستقيم، هذا واحد معرف بواحد المعادلة. يعني أي يعني كيف ما يعني دابا كيف ما تعطى لك واحد المستقيم دي دلتا كيف ما بغا يكون معرف بواحد المعادلة، غادي نعرف خصنا نحدد نقطتين يمر منهما ونعرف كيفية الإنشاء ديالو، خصنا غير نعرف غير النقاط اللي كيمر منها المستقيم ونرسم المستقيم. ثالثا كبيرة هي تحديد معادلة المستقيم. في الأول ثانيا كبيرة هي كيفية إنشاء مستقيم عنده المعادلة، يعني حنايا ثانيا كبيرة مستقيم عنده معادلة بغينا نديرو الإنشاء ديالو، وثالثا كبيرة غنتكلمو أن مستقيم عندنا مرسوم، ها هو مرسوم في المنحنى، وبغينا كيفاش نحددو المعادلة ديالو. فهمنا؟ إذا كانت خاصية إذا كانت A ذات الإحداثيات XA و YA و B ذات الإحداثيات XB و YB نقطتين A أو B نقطتين، بحيث أن XA تخالف XB، يعني الأفصولين مختلفين، هذا هو الشرط، بحيث XA يخالف XB. فإن الميل المستقيم AB هو الميل ديال المستقيم هو A تساوي YA Y B عفوا Y B ناقص Y A على X B ناقص X A. كإشارة من هذه الخصية أنني إلا بغيت ندير باش نحدد معادلة المستقيم، أول حاجة شنو خصني ندير هو نحدد الميل ديال المستقيم. وباش نحدد الميل المستقيم اللي كيمر من واحد النقطتين، هذه هي العلاقة Y B ناقص Y A مقسوم على X B ناقص X A، هذه هي خاصية باش نحدد معادلة المستقيم. نشوف مثال كيقول لتكن A ذات الإحداثيات ناقص واحد ناقص ثلاثة و B ذات الإحداثيات ناقص أربعة و صفر. مزيان، أولا حدد ميل المستقيم AB، ثانيا حدد المعادلة المختصرة للمستقيم AB. تفهمنا؟ الحل لدينا الميل كما قلنا في القاعدة في الخاصية أنه يساوي X Y B ناقص Y A على X B ناقص X A، تساوي Y B هي صفر ناقص Y A هي ناقص ثلاثة، إذا نفرق بيناتهم بين القوسين نديرو صفر ناقص بين قوسين ناقص ثلاثة، و X B تساوي X B هي ناقص أربعة إذا ناقص أربعة، ناقص X A اللي هي ناقص واحد إذا ناقص بين قوسين ناقص واحد. صفر ناقص ناقص ثلاثة هي صفر زائد ثلاثة، وناقص أربعة ناقص ناقص واحد هي ناقص أربعة زائد واحد، لأن الناقص في الناقص يساوي هي الزائد. صفر زائد ثلاثة هي ثلاثة، وناقص أربعة زائد واحد هي ناقص ثلاثة، إذا هي ناقص ثلاثة على ثلاثة تساوي ناقص واحد، إذا الميل شحال هو؟ هو ناقص واحد. إذا المعادلة المختصرة للمستقيم AB هي Y تساوي ناقص واحد ناقص X ناقص واحد X زائد B، هذه المعادلة المختصرة للمستقيم AB ناقص واحد X زائد B.
اذا شنو خصنا دابا نديرو؟ نحسبو بي ارتوب عند الاصل. كيفاش غادي نديرو الحسب ارتوب عند الاصل؟ كما ذكرنا في الاول كنختارو واحد نقطه كنتامي المستقيم. عندنا مستقيم ابي، اذا النقط اللي كنتامو المستقيم ابي هما او بي، كنعزلو نختارو نقطه من نقطه واحده منهم، يعني اما ا اما بي. في هذه الحاله اختارينا بي، بما ان النقطه بي ذات الاحداثيات ناقص 4 0 تنتمي الى المستقيم ابي، فان إيكغيك بي اللي هي صفر تساوي ناقص واحد اللي هو الميل مضروبة في إكس أ اللي هي ناقص أربعة زائد بي. إذا صفر يساوي ناقص واحد ناقص أربعة هي أربعة، ناقص واحد في ناقص أربعة عندنا ناقص في ناقص هي زائد، إذا هي أربعة زائد بي. هنا غلطوا عفاكم، هنا غلطين، خصنا نديرو صفر تساوي أربعة ناقص أربعة زائد بي، تفهمنا؟ أربعة زائد بي، ومنه بي تساوي ناقص أربعة. وبالتالي المعادلة المختصرة لمستقيم أ ب هي إي تساوي ناقص إكس ناقص أربعة، تفهمنا؟ إذا باش نحدد معادلة المستقيم، أولا نحدد الميل، نحدد الميل المستقيم، ومن بعد نحدد الأرتوب عند الأصل. أحدد المعادلة المختصرة دي، صافي مزيان. بما ان الميل AB هو ناقص 3 اللي كاين في المعادله، و AB يوازي D، AB يوازي D، والميل ديال AB هو ناقص 3، اذا الميل ديال AB يساوي الميل ديال D، اذا تساوي ناقص 3. ومنه المعادله المختصره للمستقيم D هي D Y تساوي ناقص 3 X زائد B. لازلنا ناقص 3 لانهما نفس الميل، علاش؟ لانهما متوازيان، لان D يوازي AB. لنحدد بي الافصول عند الاصل، بما ان الدي يمر من النقطه سي، اذا صافي عندنا النقطه كيمر منها الدي. كيف قلت لكم قبيلاتي، الا بغيت نحسب بي شنو خصني ندير؟ انني نختار خصني نعرف النقطه اللي كيمر منها المستقيم، وفي المعطيات عندي ان الدي يمر من سي، اذا سي تحقق المعادله. السي ذات الاحداثيات جوج واحد، اذا اي تساوي واحد و اكس تساوي جوج، اذا اي تساوي واحد، اذا واحد يساوي ناقص 3 مضروبة في جوج زائد بي، اذا ناقص 3 في جوج هي ناقص 6، اذا واحد ناقص 6 زائد بي. هاد ناقص 6 عندها جهة اخرى، انها عندنا ناقص 6 اللي ديتها الجهة الاخرى تولي زائد 6، ومنه واحد زائد 6 تساوي بي، اذا بي تساوي 7. وبالتالي المعادلة المختصرة للمستقيم دي Y تساوي ناقص 3 زائد 7. ثانيا صغيرة، شرط تعامد مستقيمين. في الأول هضرنا على التوازي مستقيمين، هنايا كيهضرو على التعامد مستقيمين. خاصية، يكون مستقيمان متعامدان إذا كان جداء ميلهما يساوي ناقص 1، هذا هو الشرط. إذا كان جداء ديال الميل كل مستقيم يساوي ناقص واحد فإنهما متعامدان. الميل ديال المستقيم مضروب في الميل ديال مستقيم آخر إذا كان يساوي ناقص واحد فإنهما متعامدان. نعطيكم مثال بسيط باش تفهموا أكثر. في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم أو إي جي، نعتبر نقط أ ذات الإحداثيات 4 و 2 و ب ذات الإحداثيات 2 وناقص 1، هذا ما نقطتين من المستوى، نقطتين من المستوى المتعامد ممنظم. والمستقيم دي ذي المعادلة Y تساوي ناقص جوج على ثلاثة إكس زائد واحد. إذا في المعطيات ديال المثال شنو عندنا؟ عندنا الإحداثيات ديال أ و بي، وعندنا معادلة مستقيم دي. أولا حدد المعادلة المختصرة للمستقيم أ بي، استنتج أن المستقيمين أ بي و دي متعامدان. كنظن أن المثال ساهل، من غير الخاصية نعرفوه، ياك؟ مزيان، نمر. اولا لنحدد المعادله المختصره للمستقيم ابي. باش نحدد المعادله المختصره لابي، اول حاجه باش ندير هو نحسب الميل، والميل ديال ابي كما ذكرنا في الاول نحسبه عن طريق العلاقه اللي قدامنا، ا تساوي ايغريك بي ناقص ايغريك ا على اكس بي ناقص اكس ا. ايغريك بي هي ناقص واحد وايغريك ا هي جوج، اذا ناقص واحد ناقص جوج، اكس بي هي جوج وايغريك ا هي اربعه، اذا جوج ناقص اربعه. ناقص واحد ناقص جوج هي ناقص ثلاثة، وجوج ناقص أربعة هي
ناقص جوج، نختار زيد بالناقص مع الناقص تبقى لي 3 على جوج. ممتاز. إذا المعادلة المستقيم AB تكتب Y تساوي 3 على جوج X زائد B، 3 على جوج هي هو الميل. إذا نحدد الأفصول عند الأصل، الأرتب عند الأصل، عفوا الأرتب عند الأصل. بما أن النقطة A ذات الإحداثية 4 وجوج تنتمي لمستقيم AB كما قلت لكم، باش نحدد الأفصول عند الأصل خصني كننزل كنختار واحد النقطة كيمر منها المستقيم، وعندنا مستقيم AB، إذا AB يمر من A، إذا A تنتمي إلى المستقيم AB. إذا الإحداثية ديال A تحقق المعادلة. إذا نعوض في المعادلة، Y نعوضها بالقيمة ديالها و X نعوضها بالقيمة ديالها. إذا جوج تساوي 4 مضروبة في 3 مقسومة على جوج زائد B. إذا جوج تساوي 4 في 3 هي 12 مقسومة على جوج هي 6 زائد B. إذا جوج تساوي 6 زائد B، ومنه هاد 6 نديها الجهة الأخرى تولي ناقص 6، تولي عندنا B تساوي جوج ناقص 6، ومنه B تساوي ناقص 4. وبالتالي المعادلة المختصرة لـ AB هي AB نقطتين Y تساوي 3 على جوج X ناقص 4. هذه المعادلة المختصرة لمستقيم AB. قال لك هنايا هل المستقيمين، سؤال جوج، هل المستقيمين AB ومستقيم D متعامدان؟ لدينا الميل AB هو 3 على جوج، والميل المستقيم D هو ناقص جوج على 3. وباش نتأكدوا باللي مستقيم AB يوازي المستقيم D، شنو خصنا الشرط؟ أن جداء الميل ديال كل واحد جداءهما يساوي ناقص واحد. إذا الميل ديال AB اللي هو 3 على جوج مضروب في الميل ديال D اللي هو ناقص جوج على 3، نختزل 3 مع 3 ونختزل جوج مع جوج، إذا تبقى لنا تساوي ناقص واحد. إذا تحقق الشرط، وبالتالي مستقيم D عمودي على مستقيم AB. وهكذا غادي نكونوا انتهينا من الحصه ديال من الدرس ديال المعادلات المستقيم. كنتمنى تكونوا استفدتوا وتكونوا خديتوا مجموعه من المفاهيم، وباش تحاولوا ما امكن تخرجوا التمارين في المنزل ليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.